اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الحديث عن التعليم حديث يمكن الاهم بالنسبه لبيوت كتير جدا، لانه التعليم اساس كل شيء، والحديث المستمر عن مساله كثافات الفصول وازاي يكون في كثافات اقل في الفصول، وهيئه الابناء التعليميه وما تقوم به من بناء لعدد كبير من المدارس علشان نتغلب على مساله الكثافه العاليه داخل الفصول. طول الوقت احنا محتاجين مدارس اكتر واكتر، لانه اي ابنيه تعليميه بيتم او مدارس بيتم بنائها الحقيقه العدد الكبير بيلتهم المدارس الجديده، فيعني ما بتحدثش الفارق اللي احنا بنبقى مستنيين. وفي مدارس بيبقى فيها فترات مسائيه، ودي الحقيقه كارثه ولازم يتم الغائها. ومساله انه يكون في كمان فصول ملحقه، وخصوصا في المدارس التجريبيه والتجريبيه المتميزه، لانه عدد الطلاب اللي متقدمين اكبر بكتير من كثافه الفصول، فبيضطروا يعملوا كده، بيعملوا 5 مراحل لدخول الطلبه، وده بيخلي كمان مش كل الطلبه المتقدمين يدخلوا المدرسه في الميعاد اللي المفروض يدخلوا فيه. خلينا نروح للواء يسري سالم، مساعد وزير التربيه والتعليم لشؤون الهيئه العامه للابنيه التعليميه. اهلا بحضرتك ومساء الخير. ويعني عايز اسال حضرتك عن اولويه الاماكن اللي بتتم الاختيار عليها لبناء المدارس فيها، بيكون على اساس ايه، والتعامل مع مساله الفترات المسائيه داخل المدارس بسبب الكثافه الزياده. الاول مساء الخير عليك وعلى الشعب المصري، كل سنه وانتم طيبين، وحضرتك سينا وعلى اخواتنا المسلحه العظيمه وحضرتك وعلى ابناء سينا. حضرتك الهيئه من الهيئات النظاميه اللي طبعا دخل فيها موضوع التطوير الكمبيوتر من اكثر من 25 30 سنه، وكل الكلام ده بيتم دراسته معياريا على خراج جي اي اس، وبنحدد فيها اماكن الفترات واماكن الكثافات وعدد الطلبه واماكن الاحتياج المطلقه. لو في اماكن فيها مثلا عدد طلاب 240 طالب بنوفر لها برضه، بنسميها اماكن محرومه. فالموضوع موضوع علمي بحث يعني، وبيتم بطريقه معياريه ليتناسب مع عدد سكان كل محافظه على حده. احنا طبعا في الفتره اللي فاتت نفذنا اكثر من 8236 مشروع ب 127450، وشغالين دلوقتي ب 1500 مشروع، منهم 550 مشروع تم طرحهم. عايز اقول لحضرتك ان احنا طبعا غيرنا في شكل المبنى التعليمي، شكل يتناسب مع الاساليب العلميه الحديثه، غيرنا في نوعيات المدارس. عندنا في مدارس دلوقتي مدارس دوليه حكوميه ومدارس متميزه متكامله، وعندنا مدارس يابانيه، وعندنا مدارس ستيم. طبعا المدارس اليابانيه عندنا 75 مدرسه، 53 شغالين، و11 جاري تنفيذ، هيشتغل منهم 5 في سبتمبر اللي جاي، والباقي هيشتغل في اللي بعديه. المدارس ستيم موجوده على مستوى محافظات الجمهوريه كلهم، بدانا من المحافظات، في عندي في اسوان، وعندي في عينا، وعندي في اسيوط، وعندي في الفيوم، وعندي في بني سويف، وعندي في القاهره، وعندي في الجيزه والشرقيه والاسماعيليه، يعني فاضل عندي 3 محافظات فقط لا غير، اللي هو لسه في مشكله بسيطه عن موضوع الاراضي، واحنا في تنسيقنا مع الساده المحافظين بنحدد اماكنهم، اسوان وجنوب سيناء ومطروح، وان شاء الله في خلال سبتمبر 25 على الاكثر هتلاقي كل محافظه فيها مدارس من مدارس المتطوفين. عايزه اروح مع حضرتك لمساله الطلبه اللي بيقدموا في المدارس، وخصوصا التجريبيه والتجريبيه المتميزه، وبيتم تقسيمهم لخمسه مراحل على حد معلوماتي علشان الكثافه العاليه اللي متقدمه. وحضرتك انت عارفه احنا يعني الشعب المصري اغلى حاجه عنده تعليم ولاده. صحيح. ضروري يتم التحاق الطلبه في موعدها بالمدارس. انا ابني عنده 5 سنين وست ايام، هو مش عارف ان انا في قرار في الوزاره اي حد 5 سنين لازم يحافظه. فبيعمل ايه؟ بيقدم في مدرسه واثنين وثلاثه واربعه. فبتطلع تنسيق الاولاني عجبته المدرسه هو موجود، مش عجبته يقدم في الثانيه، يقدم في الثالثه لغايه لما يستقر على مدرسه المدارس. لكن احنا في قرار وزاري من اكثر من 3 4 سنين، كل الطلبه في سن 5 سنين اجباري بناخدهم في مرحله رياض الاطفال. لكن طبعا بقول لحضرتك احنا متوسعين، احنا بمواعيد، ما هو احيانا بيبقى متقدم 5 سنين و11 شهر، فبتكون هنا الوزاره عايز تاخد اللي سنهم اكبر، فبيفضل طلبه كتير. تبقى اولويه اولى، لكن ده مقدم في مدرستين ثلاث، مجرد باخده في مدرسه بفض مكانين يقوم التنسيق الثاني يجيب، او التنسيق الثاني يكون مقدم في مكانين ثلاثه ثانيين وهكذا. لكن احنا كل اللي لحد 5 سنين كلهم بنستوعبهم بالكامل. يعني وكان في افكار طبعا مبتكره ان احنا نوفر لهم فراغ تعليمي بشكل كويس، ازاي نقدر على حساب الطلبه الجريد الاعلى نوفر لطلبه رياض الاطفال، اللي انت عارفه موضوع الاطفال دول واهم حاجه النهارده طبعا الفراعنه بتاعتنا اللي احنا هي النشء بتاعنا وهي مستقبل مصر يعني. سياده اللواء، كمان عايز اتكلم مع حضرتك عن صيانات المدارس وما يتم في هذا الامر من تطوير. انت طبعا صيانه المدارس انت عارف عشان حصل في توجيهات ان احنا كافه مدارس جمهوريه مصر العربيه اللي مر عليهم اكثر من 15 سنه عملنا عليهم مرور بالكامل، واحنا يمكن مقسمينهم. احنا في موضوع حياه كريمه عملنا 1631 مدرسه،
ومقسمين كمان باقي المدارس كلها، عندها اكتر من 9000 مدرسه، هنعمل في المرحله الثانيه حياه كريمه المدارس كلها اللي عدى عليها اكتر من 10 سنين وطلعوا من خلال التفتيش ده. يعني احنا يعني عاوزين بس الاقي اليه النهارده للساده مدير المدارس ومدرسين المدارس واللي فيها ازاي يحافظوا على المدرسه. فان شاء الله يعني نحط حاجه يعني حل، بحيث ان احنا المدرسه، ان انا بعمل مدرسه سواء جديده او صيانه، يبقى في حاله من التعاون من الداخل يعني بعد التطوير. حضرتك التعاون من الداخل، ولازم مجلس الامناء يحافظ معانا على المدرسه، ولازم الاقليم نفسه اللي في المحافظه يبقى عارف كويس قوي ان الارض والمدرسه انا مقدمها ليهم. يعني زي يعني ده خدمه ليهم هم، يعني المدرسه مش بتاعت التربيه والتعليم ولا بتاعت المدرسه، للشعب المصري. انت عارفه موضوع التعليم احنا الحمد لله الاهتمام غير طبيعي طبعا، وتحديد المواد احنا يعني مش عايز اقول لحضرتك ان السنه الجايه مثلا عندنا موازنه 24 مليار جنيه ما بين مدارس جديده واعمال صيانه واعمال حياه كريمه. يعني الاهتمام بشكل غير طبيعي في ظل التوجيهات الصادره يعني من القياده السياسيه، ان احنا مهتمين بشكل غير طبيعي بالمنشات التعليميه وبالتعليم عموما. سيادة اللواء حضرتك لسه معايا؟ أنا مع حضرتك. صحيح، يعني الحديث عن صيانات المدارس ده حديث مهم جدا، لأنه ده حفاظا على أرواح الطلبة والمدرسين وكل القائمين على العملية التعليمية، وكمان أنه المكان يكون مريح، هذه البيئة التعليمية اللي احنا طول الوقت عايزين نحبب الطلبة في وجودهم فيها وفي التعليم. فهذا حديث مهم يعني. يعني بقول لك احنا بذلين مجهود دلوقتي بتغيير شكل المبنى التعليمي، موضوع توفير الملاعب، توفير كل المدارس التجريبيه. النهارده الوزاره مهتمه وبخلال تنسيقات بنتم النهارده احنا هنوصل ان احنا نعمل المدارس بتاعتنا زي مراكز شباب كده موجوده في وسط المدن والقرى ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا اللواء يسري سالم مساعد وزير التربيه والتعليم لشؤون الهيئه العامه للابنيه التعليميه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك.